جايز مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. هاد لا فيديو هادي سي لا دوزيام فوا اللي كنصورها. صورتها لا بروميير فوا وكنت باغا نصورها بالكاميرا لي لور باش تكون كاليتي حسن وداكشي كامل. في ساعه وانا كنهضر ملي كنجي نشوف لا فيديو كنلقى تليفوني كان طافي وما صور لي حتى شي حاجه. هلو جايز مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. دابا هادي لا دوزيام فوا اللي كنعاود نصور نفس الحاجه. دابا قلبت التليفون لوجهي باش نشوف واش كيصور ولا ما كيصورش. يلا نبداو لا فيديو. لا فيديو كيفما شفتوا في لو تيتغ غادي نبارطاجي معكم افلام ودي سيري اللي انا تفرجت فيهم وعجبوني وقلت علاش لا ما نبروبوزيهمش عليكم. حاطه حدايا البيسي حيت كتبه فيها هكا دي زانفورماسيون. غادي نبداو بلي سيري عاد ابري غادي ندوزو الافلام. La première série اللي غادي ندوي لكم عليها سميتها نيو امستردام. سي اون سيري امريكان دارت في 2018 فيها 5 لي سيزون. غادي نحاول نعاود لكم القصه ديال كل سيري وكل فيلم بلا ما نسبويلي لكم. وحتى نتوما في لي كومونتير ما تسبويليو حتى شي حاجه باسكو كاينين هنايا دي سيري اللي انا مازال ما كملتهمش وما تسبويليوش في لي كومونتير باش ما يقراش شي حد سبويل ديال شي حد اخر هو يكون مازال يلا باغي يتفرج فيه. الوغ هاد لا سيري هادي سي اون سيري دراماتيك ميديكال كدوز في ان كلينيك. هاد الكلينيك هذا كيجي ليه ان ديريكتور جديد و هاد لو ديريكتور هذا كيحاول يقاد كلشي بوزيتيفمون بارلون. يعني كيحاول يعاون الناس يدير لي فور ديالو واكثر من لي فور ديالو. كيكون اوسي كيجيري المرض ديالو حيت كيكون فيه الكونسير. نخليكم على بوندانونس. لا دوزيام سيري اللي غادي ندويو عليها هي The Queen's Gambit. سي اون سيري امريكان اوسي. هاد لي سيري كاملين اللي غندوي عليهم اليوم دي سيري امريكان. الوغ هاد لا سيري خرجت في 2020 فيها سيزون وحده 7 ديال لي زيبيزود. اون سيري دراماتيك اللي مثلوها زعما شحال هادي. استوار كدوي على لو باركور ديال واحد البنت من 8 سنين حتى ل 22 عام. سي اون اورفولين بنت يتيمه اللي كتكون كتلعب التشيس بطريقه واعره بزاف. كتولي بارمي لي ميور جوور دو موند. لو ديكور ou l'ambiance ou le vibe de la série زوينين بزاف. كيبينو داكشي ديال شحال هادي والالوان وواحد الفايب زوين بزاف. نخليكم مع لا باند انونس. لافون ديرنيير سيري اللي غندويو عليها اليوم سميتها When They See Us اولا بالفرنسي Dans Leur Regard. هادي سي اون ميني سيري حيت فيها 4 لي زيبيزود. غير تبداوها وتساليوها ولكن سي اون سيري ايموفونت بزاف. سيري دراماتيك امريكانيه دارت في 2019 وليستوار كدوي على 5 ديال لي زادوليسون كيتشدو في الحبس بسبب لو فيول اغتصاب اللي هما ما داروهش. كيتشدو في الحبس ظلما وهما باقيين صغار. البلان سي كو هما دي زونفون دو كولور بلاك بيبل. كيكون لو راسيزم هنايا طالع بزاف. هاد لا سيري عجبتني بزاف واثرت فيا بزاف باسكو ما كيعجبنيش انا الظلم والحقره والغاسيزم وهادشي كامل كيضرني في خاطري. هاد لا سيري زوينه بزاف جو فو لا ريكوموند 100%. ربعت لي زيبيزود دغيا تقدروا تكملوها في نهار واحد دونك تفرجوا فيها راها واعره بزاف. خليكم مع البوندانونس. Is my mom here? It's just us. You and us. Who you were in the park with? I don't know names. I just got lost. Where did you see the lady? One lady. The female jogger was severely beaten and raped. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them. What's going on with my son? Your son was involved in a rape in Central Park. No, no, wait a minute. Impossible. Wait a second, wait a second. They saw you rape the lady. I didn't see a lady or hit anyone. I didn't see any lady. Kevin. I didn't see any lady. I want to see my son right now, right now. Whatever they said I did, I didn't. I'm the one. Zoning on the road. Nothing these boys state matches the central facts of the crime. All we need is for one to tie this whole thing together. These tapes are not as clean as the state would have you believe. There is injustice happening here. There is not one shred of evidence. Imagine the frenzy of these teenagers. Ripping off her clothes. They are innocent of these crimes. They are guilty. Why are you doing us like this? What other way they ever do us? These dreams. I keep hearing these footsteps, and they come in closer and closer. That's me coming to bring you home. And I
they said if I went along with it, the police will do anything. Lie on us, they will lock us up, they will kill us. This is my life. I don't think we should admit to something that we didn't do. Okay, we keep fighting. دابا غادي ندوزو لاخر سيري غادي ندويو عليها في هاد لا فيديو هادي سميتها اوتلاندر سي اون سيري امريكان دراماتيك هيستوريك فيها شويه ديال لا ساينس فيكسيون خرجت في 2014 فيها 5 ديال لي سيزون كل سيزون فيها 13 ابيزود انا بعدا دغيا دوزتهم مازال كنتفرج فيها دابا اللي كنصور لكم هاد لا فيديو هادي سورتو كو سيزون الاخرى ما لقيتهاش انا في نتفليكس ليستوار على ايش كدوي كلير واحد لانفيرميير دو غير طرا ليها واحد لانسيدون اللي كيرجعها 200 عام للور اون ايستوار اوسي رومانتيك فيها شويه ديال الرومانسيه شويه بزاف ديال الرومانسيه سيري زوينه بزاف كيفاش كيعاودوا ليستوار كيفاش كيردوا البال لي ديتاي وسورتو داك اللباس وداك الشيء ديال شحال هادي ما بغيتش نقول لكم اكثر باش ما نحرقش لكم لا سيري نخلي I nearly had you, didn't I? Since you're traveling, I'd like to do a CAT scan. Daddy's gonna take care of us. I'm gonna wait right here for you when you get out. It's been hours. You know how much longer it's gonna be. What was her name again? Perry Monroe. I'm not seeing a Perry Monroe. There hasn't been a scan since 9 o'clock this morning. So what are you telling me? They're not here. Got the whole day in front of me, not finding any Monroe. I just want to see my wife and daughter. Do you have any footage? Don't record in the treatment areas. They're under the camera, can't see them because of the chairs. You get a better angle. You saw my little girl. You treated her arm. All I've got to go on is your word that they were here at all. Think I'm making them up. Why would I have my daughter's scarf, but not her? There's something wrong with this place. I showed you the picture. That could be anybody. We're as concerned about them as you are. Search the hospital! Nobody needs to get hurt. I mean, he's a head case. Put down all your guns! What have you done to my family? Please, don't take my family! Le deuxième film اللي غادي ندويو عليه سميتو Don't Breathe c'est un film américain خرج في 2016 la durée ديالو ساعة ونص le genre thriller suspense épouvante horreur القصه ديال هاد الفيلم هذا هما ثلاثة ديال الصحاب قرروا انهم يكومبريوليو واحد الدار يشفروا واحد الدار ديال واحد السيد اللي هو راجل كبير وعمى عمرهم شفروا شي حاجه بحال هكا كبيره كيحسب ليهم انه راجل محدو كبير وما كيشوفش دونك غادي تكون شي حاجه سهله alors que هاد لا فيكتيم اولا هاد السيد هذا اللي كيقروا يشفروه كيكون شخص خطير بزاف هو ما كيشوفش ولكن كيسمع سي اون بيرسون تري دانجوروز ما نحرقش لكم اكثر نخليكم على بوندانونس لافون ديرنيي فيلم اللي غادي ندويو عليه هو ذا كول فيلم كوري البطله ديالو نحط لكم تصويرته هنا قولوا لي واش عرفتوها ولا لا كانت ديجا مثلات في واحد الكي دراما داكشي ديال الدراري الصغار كيوت وهذا الفيلم ما كيوتش فيلم خرج في 2020 فيه ساعه و 52 دقيقه القصه شنو هي كتكون اون تيوز ان سيري واحد السيده اللي كتقتل واحد من مورا واحد كتكون ان كونتاكت مع واحد السيده اخرى كيدويو بالتليفون كيكونوا في نفس البلاصه ولكن ديكالاج بيناتهم 20 عام فيلم واعر بزاف دوخكم واحد شويه انا عجبني بزاف باسكو كنحمق على السسبنس اللي مخربق شي شويه خليكم على البوندانونس بدك فنجان قهوه صح يجي من هنا هذا كاكي 오늘이 며칠이라고 했지 내가 말이야, 너희 아빠를 내가 다시 살릴 수도 있지 않을까? 아, 신기하네. 진짜 바뀐데. 너 지금 엄청 당황했지?
일이 잘못돼도 전화기는 끝까지 가지고 있어. 내가 다시 바꿀 수 있으니까. 누군지 아세요? 아니었어요. 연쇄살인마 오영수. 아빠한테 무슨 짓을 한 거야? 내가 왜 경찰한테 잡히는지 정확하게 알아. 진짜 네가 그랬구나. 넌 내가 찾아서 죽여버렸어. 이런 사소한 거 하나로 사람 인생이 바뀐다니까. اخر فيلم غادي نبارطاجيه معكم اليوم هو بيبرز لايف فيلم تركي خرج في 2021 باغ كونط هادي سي اون سيري دراماتيك غير هو النهايه ديالها ما كتوقعوهاش نهائيا واخا توقعوا حتى هي وما عمركم توقعوا ديك النهايه القصه شنو هي واحد السيد كيجيري الزبل كيبينوا لك كيفاش في تركيا باش كيتمحنوا هذوك الناس مساكن اللي كيكونوا كيجمعوا الزبل من الطواروات وداكشي كامل وهاد السيد هذا كيلقى واحد الدري صغير وكيقرر انه يربيه ويساعدو ويعاونو نهايه ما كتكونوش كتوقعوها حيت هاد السيد هذا confronté trauma ديالو نخليكم مع لا باند انونس هادو هما الافلام ولا سيري اللي جمعت لكم في هاد لا فيديو هادي ولا شفتوا شي فيلم ولا سيري من هادو اللي ريكومانديت لكم قولوا لي كيفاش جاكم سور انستغرام نخلي لكم لو كونط انستغرام ديالي هنايا تحت ديال ليكران جيسبر انه هاد لا سيليكسيون دو فيلم اي دو سيري اللي قدمت لكم تكون عجباتكم بغيتكم كاملين تهبطوا في لي كومونتير وتخليوا ليا سوا فيلم ولا سيري اللي كيعجبكم بزاف باش هكا كنا نبارطاجيو مع بعضياتنا اللي بغى شي فيلم ولا شي سيري من غير هادو اللي اقترحت عليكم يهبط في لي كومونتير انا بيان سور غنتفرج في هادو اللي تكتبوا ليا في لي كومونتير حيت ما قلت لكم ديجا دايره في لاشين ديالي واحد لا فيديو اللي كان بارطاجي فيها خمسه لي سيري وقيله ولا اكثر دي سيري واعرين اللي عجبوني بزاف وباقي حد الان كنعتبرهم احسن سيري تفرجت فيهم لكم لا فيديو هنايا الفوق في لو اي الا عجبتكم هاد لا فيديو قولوها ليا في لي كومونتير باش ندير لكم اون اوتر بارتي انا راه حاضيه غير نتفليكس ليو لي لايك ديالكم انستغرام ديالي غيكون مكتوب لتحت هنا ولا هنا المهم انستغرام ديالي غيكون مكتوب لتحت ديال ليكران اجيو تابوناو عندي سوغ انستغرام ما تنساوش تابوناو هنايا اكتيفيو لا كلوش ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده باي باي